يوم عيد ميلادي وترمسينس كل عام معناها مع أهلي نحتفلوا فيه في الدار، واليوم خاطر وحدي فحشت أهلي، واليوم لأنه عيد ميلادي. دلوقتي تقدروا تصوتوا يا لهوي شو هذا؟ شو عاملين؟ أسمر يا أسمراني لعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حنسمح دلوقتي بصوت مروان علي من تونس. أسمر يا أسمراني مين قسك عليا؟ أسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظهوري، يا أسمر فكر احتار الشوق ده ناري سهر عيوني، يا أسمر قلبي في نار فكر اختار الشوق ضناني سهر عيوني، الجرح اللي في قلبي زاد أدوي أدوي، والدمع اللي في عيني الإنت أدري أدري، لا أنا بشكي ولا بحكي بس قول لي Yeah.
مروان. مروان أنا أشوفك ما تشبه أحد من زملائك، يعني صوتك مختلف تماما، مكان ثاني عن بقية الأصوات للشباب. وهذه السنة بالذات احنا عندنا تنوع كثير بين أصوات الشباب وأيضا بين أصوات الفتيات، يمكن يكون هذه أكثر سنة فيها تنويع من وجهة نظري. اليوم أنت كنت أفضل من البروفا مبارح، غنيت بهدوء وغناء أسميه غناء بريء، يعني أنت شنو اللي يجي ببالك من غير تحضير تقوله على طول، وهذا شيء جدا يوصل من القلب إلى القلب، فموفق إن شاء الله تكون معنا. مروان يا مروان، أول شغلة، أول ما فت بالغنية أنت هذا الليفار اللي عملته جاي من بعيد أصمر وفت هيك فيها، هذا كثير حلو، هذا بيدل أنه أنت عندك خبرة. بس اللي فلت منك من بعضها زحت عن الطبقة، فهمت كيف؟ مش بكل الغنية، بأول 30 ثانية من الغنية فلت عن طبقة، لا يمكن انفعال أو شيء، ما قدرت سمعت حالك مزبوط، لازم تركز أكتر، مش مشكلة، نحن يمكن بنحكي هيك بدقية عن الأخطاء. شغلة تانية بحب ألفت النظر عليها مع أنه ما خصني فيها، هو ضوك، أنت منك مضوى منيح، بدنا نساعدك تتضوي، لازم نلبسك ألوان بتضوي، هاي مشان لما موفق حبيبي. مروان أنت شخص إذا ما بيعرف عمرك الواحد بيقول شخص محترف، لأنك تخلق أشياء، يعني كرياتيف كرياتيف، أنت مش بتأدي شيء سامعه، أنت بتعملهم من عندك، وهذا شيء مهم جدا للمغني، والمغني يولد صوته جيد. في ناس بيقولوا لي أنه بيروح بيتعلم، مرات الواحد بيتعلم علم، بس إنما الأصوات بالأغاني، هي الأغاني العادية ما بيقدر الإنسان. أنا كنت غيرت صوتي وعملت مطرب لو أنا، وارتحت من هالشغلة، مش هيك؟ إيه. بقى أنت بهنيك على صوتك والله يوفقك حبيبي، ومش حابين نقول الأغلاط كتير. أنا مثلا بأول حلقة بتحاشى الشغلات الصغيرة، أوكي؟ الله يوفق مروان. مروان أنا بعتقد أنك خايف أكتر بكتير من مظاهر عليك، في هدوء قادر تظهر لنا هيدي شغلة فيها كتير من الاحتراف، نبين أنك كتير رايق، مع العلم أنه من دخلتك شي اللي قاله زياد مزبوط، أنه مرقت على الأقل بالقسم الأول من الغنية شي 3 تنشيزات كانوا أعلى من الطبقة، بس بعدين أخذت راحتك، يعني غنيت الزخرفات الصوتية والعرب غنيتهم بشكل كتير حلو. وبعدين في ناس كتير عم بيلفتولي نظري لإلك، يعني بيظهر أنه على الكاميرا وحضورك محبب وكلهم عم بيستلطفوك وبيظهر عم بيصوتولك، إن شاء الله. تميت كم سنة؟ 19. كبرت. عيد ميلاد زياد كان من كم يوم، كل سنة حضرتك طيب، عقبال اللي جاي بعديها. انت اصحاب مع ايمن لسيق من سوبر ستار 3، نوجه له تحية. تعرفوا منين وبتكلموا على ايه يعني في التليفون؟ طبعا نحب نوجه تحية لايمن، نكلموا على تليفون، يعني كلمني ونكلموا على تليفون، وتعرفت عليه في سوسة، معناه في تونس، ونحب نوجه تحية بربي للشعب التونسي اللي وقف معي وصوت لي، والأسدتي الكل، المدير المعهد وكا كل ده أو أنا أصلا بيترجمولي